أنا عايز أروح كمان لتاريخ العلاقات بين البلدين والتقارب في قضايا المنطقة. دكتور أيمن، يمكن على رأسها الأزمة، القضية الفلسطينية، الأزمة السورية، الأزمة الليبية، غيرها من الملفات. قبل ما نروح لتفاصيل الملفات وهنروح لهم واحد واحد، لكن شايف إزاي هذا التقارب في الرؤى وطريقة التعامل مع هذه القضايا؟ أنا في اعتقادي التقارب بين البلدين بيخدم البلدين في هذه القضايا. يعني مثلا بالنسبة لمصر، معروف أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة للدولة المصرية. عندما تكون دولة مثل فرنسا، هي قائد للاتحاد الأوروبي مع ألمانيا، دولة عضو في حلف الناتو، دولة معروف عنها بالجيش القوي والبحرية القوية، دولة عندها عضوية دائمة في مجلس الأمن، وتدعم التصور المصري وتدعم التصور العربي في القضية الفلسطينية، ده مهم جدا. أنا أتذكر في 2012 كانت مطروحة فكرة أن الدولة الفلسطينية يتم الاعتراف بها كاللي بيسموها نون ممبر ستيت، أو يعني دولة غير عضو، يعني دولة غير عضو، دولة مراقب، أو دولة مراقب في الجمعية العامة المتحدة. مين اللي قدم التصور ده؟ فرنسا، وبعدين صوتت كل دول العالم عليه. ده مهم جدا عندما يكون صديق للدولة المصرية أو صديق لقضية عربية دولة مهمة مثل الدولة الفرنسية. نفس الأمر لما تتشارك مصر وفرنسا نفس القيم فيما يتعلق بحل القضية في ليبيا، لما تكون مصر لها نفس القيم مع فرنسا في حل قضية في منطقة الساحل والصحراء. بالمناسبة لما نيجي نتكلم عن فرنسا لازم نتكلم عن قضية الساحل والصحراء، لأن هذه المنطقة الآن هي مرتع للإرهابيين والقاعدة وجماعة المرابطون وغيرها. فرنسا أخذت على عاتقها أن ترسل جنودها وأبنائها لمحاربة الإرهاب في هذه المنطقة. هذه المنطقة فيها 5200 جندي فرنسي. طب سؤال، ليه فرنسا تبدو وكأنها صقر من ضمن الصقور الأوروبية في مواجهة تركيا في هذه المنطقة أو في ليبيا؟ لأن فرنسا بتدرك أولا أن نقل الإرهابيين من سوريا إلى شمال ليبيا أو شمال غرب ليبيا هيعمل جبهة طويلة من مصراتة وطرابلس في الغرب الليبي يوصلهم لمنطقة الساحل والصحراء في قلب أفريقيا. عشان كده فرنسا كانت معترضة على هذا الأمر، لأن ده بيضر بالأمن القومي الفرنسي. طيب. وفي نفس الوقت احنا عندنا كدولة مصرية قريبين جدا من منطقة الساحل والصحراء. طيب.